بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد روى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلان قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، وكان أحدهما أكثر اجتهادا من الآخر، فغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد، ومكث الآخر بعده سنة فتوفي. فقال طلحة: فرأيتهما في المنام، فخرج خارج عند باب الجنة فأمر بالذي توفي آخرا فأدخله الجنة، ثم خرج فدعا الذي استشهد بعده، ثم خرج فقال لي: ارجع فإنه لم يحن وعدك بعد. فخرج إلي فقال: ارجع فإنه لم يؤذن لك بعد. فعجب طلحة وكان يحدث الناس بذلك، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، ذاك أكثر منه اجتهادا واستشهد. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وصام بعده رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وصلى كذا وكذا سجدة لله في هذه السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وغيرهم، وقد حسنه بعض الأئمة منهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى. في هذا الحديث بيان أن مكث المسلم في هذه الحياة وطول عمره وهو مسلم خير له، خير له، كلما طال عمره ازداد خيرا، وهذه بشارة عظيمة للمسلم ما دام قائما بأمر الله عز وجل، مؤتمرا بما أمره الله عز وجل، منتهيا عما نهاه، قائما بفرائض الله عز وجل، فهو على خير في هذه الحياة. ولذا أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت بضر مر مسه. فالمسلم في هذه الحياة هو على خير، لأنه كلما ازداد في هذه الحياة أياما ازداد عبادة لله عز وجل، فقربه ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى، وزاده رفعة في درجته في جنة رب العالمين سبحانه. ولهذا المسلم يفرح بمرور هذه الأيام التي تمر عليه، وخاصة الأيام الفاضلة كرمضان وغيره، لأنه حينما يدرك هذه الأيام الفاضلة والأشهر الفاضلة ويعمل فيها ويجد ويجتهد في العمل الصالح، فإنه يرتفع درجة عند الله عز وجل أو درجات عند الله عز وجل وتعلو منزلته. فانظر إلى هذين الرجلين، شهد لأحدهما الصحابة بأنه أكثر اجتهادا من صاحبه لما كان في الحياة، وهو كذلك استشهد وقتل في سبيل الله عز وجل، وهو كذلك استشهد وقتل في سبيل الله، ونعلم ما للشهادة من فضل وعظم منزلة عند الله عز وجل. ومع ذلك رؤي الذي مات بعده بسنة دخل الجنة قبله، كما ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وتعجب الصحابة من ذلك، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أزال العجب بأن مكث ذلك الذي مات على فراشه سنة ارتفع درجات في الجنة ودخل قبل صاحبه إلى الجنة، لأنه مر خلال هذه السنة بعبادات عظيمة، فصام رمضان وصلى صلوات في هذه السنة لم يدركها الذي مات قبله، وإن كان مات شهيدا
وكذا تعبد لله بعبادات كثيرة فنال بذلك تلك المنزلة وتلك الدرجة. فنسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا على طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استعملهم سبحانه وتعالى في طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.